بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الثالثة علوم حاسب قابلكم النهاردة في المحاضرة رقم 7 أونلاين من السوفتوير، من مادة السوفتوير انجينيرينج. والنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن التاسكس أوف سوفتوير ديفلوبمنت، واللي هي كان عندنا تالت تاسك اليوزر انترفيس ديزاين. احنا اتفقنا احنا كان عندنا أول حاجة الفيزابيليتي ستادي، وبعد كده الريكوايرمنت، وتالت حاجة اليوزر انترفيس ديزاين. هنشوف النهاردة كده احنا اتفقنا ان انا عندي في 3 types of interface، وقلنا الانترفيس تاني يعني ايه، يعني تفاعل اليوزر مع الكمبيوتر وتفاعله مع الشاشات اللي بتظهر له. فانا دلوقتي هتفاعل مع الكمبيوتر ازاي؟ يا اما هتفاعل مع الكمبيوتر عن طريق الكوماند لاين، يعني عن طريق التايبنج او اللي هي textual method، هي method بتعتمد على التكست اساسي، يا اما عن طريق المنيو اللي هي عباره عن ان بضغط على اي كي، والكي ده بيؤدي انستراكشنز معينه. واتفقنا ان كل نوع من دول فيه المميزات وفيه العيوب بتاعته. طيب النوع الثالث اللي هي الجي يو اي، اللي هو النوع بتاع النهارده اللي هنتكلم عليه، اللي هو اسمه الجرافيكال يوزر انترفيس. ده ادفانسد انترفيس ميثود، يعني دي طريقه متطورة عن الطريقتين التانيين، وفيها مجموعة من الإمكانيات أكتر من المينيو، أكتر من الكوماند لاين طبعا يعني، وفيها أدفانتجز، يعني فيها مجموعة من المميزات. والجرافيكال يوزر انترفيس معتمدة على أنك تقدم الانترفيس لليوزر بطريقة، بأسهل طريقة ممكنة، يعني تستخدم البوتونز المختلفة، تستخدم السيليكشنز اللي هي المنيو بتاعت السيليكشن، تختار تعرض له صور، تستخدم السكرول، تستخدم مثلا كل الامكانيات بتاعت الويندوز دي، ممكن ان انت تستخدمها كايه، كانترفيس عشان تعرض الداتا بتاعتك او تعرض المشروع بتاعتك بطريقة يسهل على اليوزر ان هو يستخدمه، او تعرض السوفت وير بتاعك بطريقة تسهل على اليوزر ان هو يستخدمه. طيب لو جينا نشوف الجرافيكال يوزر انترفيس، development in user interface have been largely enabled by technology GUI. يبقى احنا حصل development او حصل تطور في الانترفيس عن طريق GUI، والGUI ده بيكون يعني موجود built in كده في اي software، يعني في العديد من السوفتوير هتلاقي فيه مثلا في الماتلاب فيه tool اصلا للGUI، بتدخلك على جزء تاني كده في الماتلاب بيمكنك من انك تبني انترفيس، كأنك بتبني فورم كده لإيه؟ عشان تعرض بيه البروجكت بتاعك، او تعرض فيه المشروع بتاعك يعني، او البروجرام بتاعك بطريقه بتكون سهله. فطبعا زي ما اتفقنا الانترفيس ده طريقه عرض لليوزر، اليوزر ما يهموش خالص انه يعرف الانترفيس ده اتعمل ازاي، ولكن لا عاوز يعرف كويس قوي ازاي يستخدمه، وازاي يستخدمه ويكون بطريقة سهلة بحيث تسهل عليه التعامل مع السوفتوير او مع البروجكت ده. فهنلاقي ان احنا بنسميه دايما يا اما جي او اي، او بنسميه دبليو اي ام بي، اللي اختصار لكلمة ويندوز ايكون منيو اند بوينتينج ديفايس، وهي دي الحاجات اللي انا بستخدم ايكونز، بستخدم منيو وبوينتينج ديفايس. such an interface presents the user with a set of controls، يعني اذا الانترفيس ده بيدي لليوزر مجموعه من الكنترولز، مجموعه كده من اللي هو من التولز ان هو يتحكم بيها، زي ان هو ممكن يتحكم عن طريق البوتون، زراير. انا يعني في انترفيس كتيره جدا طبعا بتكون فيها انك بتتحكم بالزراير، بتضغط مثلا على زرار معين يديك، يدخلك على امكانيات معينه في السوفت وير بتاعك، زي كده ما عندنا مثلا تو بوتون يس ونو، يس ده كان بيوصلك لحاجه والنو يوصلك لحاجه تانية خالص وهكذا بقى. فانا عن طريق البوتونز، عن طريق السكرول بار اللي موجود، اللي بيبقى موجود كده في اي شاشه عندك، ممكن ان انت تكون السكرول بار ده، ممكن تعمله انت تنفذه بحيث ان هو يديك امكانيه موجوده في السوفت وير بتاعك. التكست بوكس يعني هيكون برضو في امكانيه ان انت ممكن تكتب، تمام، تكتب اسمك، تكتب حاجه معينه انت محتاجها، فدي حاجات معروفه. instead of typing an option the user make a selection using a mouse and mouse button، يبقى في برضو الامكانيه الثانيه ان انا الاختيار، والاختيار باستخدام ايه بقى، الماوس او البوتون بتاع الماوس. يبقى اذا كل دي امكانيات انت تقدر ان انت تستخدمها عشان تسهل على اليوزر ان هو يلاقي إن يستخدم البرنامج بتاعك، ويكون الانترفيس سهل كده و
سهل، قلنا الحاجتين، سهل ان هو للتعلم يتعلمه بسهولة، وتاني حاجة للاستخدام. يعني في فرق ما بين ان انا حاجة سهلة في استخدامها وحاجة سهلة في تعلمها. مش شرط اللي سهل في التعلم يكون سهل في الاستخدام والعكس، لكن احنا عاوزين بقى نحقق الشرطين دول، انها تكون تعلمه سهل واستخدامه كمان سهل. فبالتالي لو جينا نشوف الادفانتجز اوف جي يو اي، الاهميه بقى او المميزات اللي موجوده في الجي يو اي، عندك الادفانتجز اوف جي اوف جي يو اي انكلود زي ار ريليتيفلي ايزي تو ليرن اند يوز، زي ما قلت كده من شويه ان هو سهل للتعلم والاستخدام. The user can use multiple windows for system interaction. يعني أنا ممكن برضو أمكن اليوزر من أن هو ما عرضلوش كل حاجة في ويندو واحدة، لا أنا ممكن أستخدم أكتر من ويندوز عشان أعرض له الإمكانيات بتاعت البروجكت بتاعي أو السوفتوير. أو بمعنى أصح يعني أنا مثلا لما أضغط على زرار معين ينقلني الويندو تانية، ما يكونش كل الداتا بتاعتي او كل امكانيات التعامل مع البروجكت او مع السوفت وير بتاعي من ويندو واحده، لا دايما بيكون ان انت وانس ان انت كليك مثلا على بوتون معين بينقلك لويندو تانية خالص، او زي ما بنقول كده بينقلك لفورم تاني خالص. الفورم التاني ده تبدا ان انت هيوديك او هيحقق لك او هتنفذ بيه حاجه معينه. تالت حاجة different type of information can be displayed. انت ممكن تعرض باستخدام الجي يو اي ده العديد من او العديد من انواع الانفورميشن، سواء كانت بقى بتعرض في صورة عناوين مثلا كتابة، تعرضها في صورة ارقام، في صورة صور، whatever طريقة type of information، يعني نوع الانفورميشن اللي انت هتقدر تعرضها، انت عندك الامكانية ان انت تعرض كده، ان انت تعمل اي طيب من الانفورميشن تعرضه، سواء كان كتابة او سواء كان ميوزك حتى او كان صورة او كان ارقام، يعني ايا كان النوع انا اقدر ان انا اعمل له ديسبلاي. The use of graphical icon البول داون منيو والبوتون اند سكرولينج تكنيك ريديوز ذا اماونت اوف تايبنج، دي طبعا برضو ادفانتج مهمه في الجي يو اي، زي ما كانت مهمه كده في المنيو. قلنا المنيو انها بتقلل الايفورتس اوف تايبنج، بتقلل ان انت تكون هتكتب، دي كانت اهميه المنيو بالنسبه للكوماند لاين. هنا برضو بالنسبه للجي يو اي انت هتقلل لك كل الحاجات اللي انت استخدمتها دي، زي البوتونز، زي المنيو، زي السكرولينج تكنيك، واتيفر الحاجه اللي انت هتستخدمها في الانترفيس بتاعك ده، هيعمل ايه؟ هيقلل التايبنج ايفورتس او هيقلل المشاكل اللي ممكن تحدث نتيجه الايه التايبنج. فلو قلنا كده خدنا كيس ستادي عن الجي يو اي اللي هي الاي تي ام، احنا خدنا قبل كده الاي تي ام ودرسناه من وجهه نظر الفيزابيليتي ستادي، وازاي ان احنا نقدر نعمل فيزابيليتي ستادي لاي تي ام، نقيس الكوستس جالنا منين ونقيس البنفيت جالنا منين، او يعني الكوست ده يعني فعلا احنا استخدمنا ايه الكوست، التكلفه يعني اللي احنا عملناها، والبنفيتس ممكن اوصل لها ازاي، وبدأنا نقارن ما بين الاثنين، وبناء عليه بتقدر تطلع الاوتبوت او تقدر تاخد الديزيشن بمعنى اصح. بنفس الطريقه احنا بقى عندنا بنستخدم برضو الاي تي ام ككيس ستادي، بس عشان احقق او ان انا افهم الجي يو اي، ان انت ازاي تعمل فعلا جي يو اي للاي تي ام عشان تسهل لليوزر استخدام الاي تي ام ده. في ناس طبعا مثلا بتستصعب اصلا الاي تي ام مثلا لمجرد انها ايه، انا لسه بقى هشوف ممكن ما افهمش اضغط على انه بوتون او اتعامل ازاي او اعمل المفروض البروسيس يعني تحصل ازاي، فاليوزر ممكن يكون متخوف من استخدام اصلا الاي تي ام كده، يعني حتى في الاجيال السابقه يعني لمجرد تخوفه من ان هو ما يقدرش يفهم هم عايزين ايه، او ما يقدرش ان هو يستخدم الاي تي ام اصلا.
فبالتالي طبعا ان انت تعمل انترفيس يكون بيسهل لليوزر وفي نفس الوقت بيتفهم بسهولة، دي حاجة مهمة جدا ان هو يسهل له الاستخدام والتعلم. An example, we will look at the development of ATM software. We start with the specification which describes the function that the ATM must carry out when requested by a bank customer. يعني في البداية خالص أنا يهمني عشان أقدر أصلا أعمل الانترفيس بتاع الـ ATM أنا لازم أعرف الـ specification، إيه هي المواصفات، ايه هي الفانكشنال ريكويرمنت اللي احنا كنا بنقول عليها الايه المتطلبات الوظيفيه للاي تي ام. الاي تي ام المفروض يعمل ايه؟ لازم دي اعرفها. ليه؟ لان وانس ان انت عرفت الفانكشنال ريكويرمنت تقدر ان انت على طول تحدد بقى بطريقه طبعا يعني بطريقه بقى يعني تفرق طبعا من مبرمج للتاني، ان انت ازاي تسهل لليوزر وتعرض له بطريقه سهله الايه الريكويرمنت اللي هي الفانكشنز بتاعته، ازاي الفانكشن بتاعه الاي تي ام دي اعرضها بطريقه او بانترفيس سهل لليوزر. فبالتالي الاي تي ام ماست كاري اوت وين ريكويستد باي ا بانك كاستمر. يعني عندنا الاي تي ام must carry out when requested. انا طبعا لما الكاستمر بيبدا ان هو يريكويست مثلا حاجه معينه من البنك، يعني ببدا اعمل ريكويست، المفروض الاي تي ام تعمل تنفذ الريكويست دي. فايه هي اهم الريكويست اللي هو بيكون عاوزها؟ في عندنا حاجتين مهمين جدا، الويذدرو كاش اند ديسبلاي بالانس، وتاني حاجه الدايلوج ويز ذا يوزر ان ذا انتري اوف ا بين اند اتس اوثنتيكيشن. يعني اول حاجه الويذدرو كاش، يعني انا ببقى عاوز ايه، هو الريكويست بيكون عن طريق ايه، انا كيوزر اهو هستخدم الاي تي ام في ايه، يا اما هكون عايزه اسحب واعرض الديسبلاي للبالانس يعني للرصيد بتاعي، او ان وتاني حاجه الديالوج اللي بيحدث ما بين اليوزر عشان ويل طبعا الاي تي ام او الانترفيس عشان ابدا ادخل البين كود ويبدا ان هو ايه يتحقق من البين كود ده وفعلا يبدا يتعامل مع او يكمل البروسيس بتاعه اليوزر عاوزها عشان فعلا ياخد يسحب مثلا كاش او يبدا ان هو يعرض الايه الرصيد بتاعه. فبالتالي يبقى انا كده في البدايه خالص كده حددت ايه الفانكشنز الاساسيه، يبقى اول حاجه يا اما الويذدرو كاش اند ديسبلاي بالانس، تاني حاجه الديالوج ويز ذا يوزر ان ذا انتري اوف ا بين، يعني التعامل مع اليوزر عشان اقدر يفهم ان انا ابدا ادخل البين كود والتحقق من الكود ده. دي اهم حاجات لازم ان هو ان انت احطها في الاعتبار. فبالتالي we begin by sketching an interface on paper. انت المفروض تعمل سكتش كده للانترفيس، الانترفيس هيكون صورته ايه بقى على البلين كده على ورقه، وتبدا تعمل تحاول ان انت مينيمايز الاوفرلودنج ذا يوزر ويز انفورميشن. سوري انت عشان فور اكزامبل يعني عشان اقلل الاوفرلودنج ذا يوزر ويز انفورميشن وي ديزاين ا نمبر اوف سكرينز. بالظبط كده زي ما قلنا من شويه ان انا بستخدم اكتر من ويندو عشان اتعامل بيها مع اليوزر، ما خليش كل الداتا على ايه على سكرين واحده، لا انا ايه استخدم اكتر من سكرين والسكرينز المختلفه دي ابدا ادخله من سكرين لسكرين عشان في الاخر يوصل للي هو عايزه. فبالتالي البروبوزد انترفيس ممكن يكون بالمنظر ده، انت عاوز ايه، انت عاوز بوتونز عشان ادخل بيها البين كود بتاعي، فبالتالي يبقى لازم يكون في ايه مجموعه من البوتونز عليها الارقام، عندك سكرين عشان توضح فيها الانستراكشن كتابه مش انت اللي بتكتبها، لا ده صوره يعني بتظهر لك على الشاشه يقول لك النيكست ستيب، يقول لك مثلا دلوقتي ادخل الكارت، ابدا دخل البين كود، ابدا مثلا انت عاوز تعمل سحب ولا تعمل ايداع ولا تعمل مثلا انت عاوز ايه الرصيد بتاعك او سوري انت مثلا حساب جاري ولا حساب توفير ولا ايه، يعني كل الامكانيات اللي ممكن تديها او كل الانفورميشن بمعنى اصح اللي تقدر تديها لليوزر تديها له عن طريق ايه، عن طريق السكرين دي تعرض فيها سواء كانت صور او كانت سواء كانت كتابة، بحيث ان هو يقدر يكمل في استخدام الاي تي ام.
طبعا في بوتون للكلير والانتر، في بوتونز مختلفة هنا على اليمين وعلى الشمال عشان تبدأ ان هي كأنها كده تختار لي ما بين الاختيارات اللي هتكون موجودة هنا على السكرين. انا ممكن جوه السكرين يكون في اكتر من اختيار، ويكون هدف البوتونز دي انها تقلب ما بين الاختيارات دول او تختار واحدة منهم. وفي الاخر طبعا لازم يكون في جزء برضو او تلينك ما بين الهاردوير والانترفيس. يعني هنا مثلا انسيرت الكارد، المفروض ان انا عندي هنا كده المكان اللي انا هعمل انسيرت الكارد، فيكون هنا عندك انستراكشن على كده ان انت المفروض تانسيرت الكارد. لا يا مثلا لما يجي لك انستراكشن يقول لك مثلا ايه اسحب البطاقه، فبالتالي يبقى برضو تلينك دي مع الهاردوير هنا اللي هو بينور مثلا، او يبقى يديك كده الارم، يعني يديك كده علامه تدل على ان انت المفروض تاخد الكارد بتاعتك اللي هي الاي تي ام مثلا بتاعتك الفيزا قصدي. فبالتالي بناء على الاستخدام او بناء على المعلومات اللي انت عايز توصلها لليوزر، المفروض ان انت تبني سوفت وير او سوري تبني انترفيس كويس يحقق لك كل الحاجات اللي انت عاوزها، ويحقق بنفس الوقت المواصفات المطلوبه منه. إيه هو دي طبعا كانت اخر حاجه معانا في المنهج، ان شاء الله دي اخر حاجه جزء معانا. ان شاء الله الماده دي ان شاء الله ممتده السنه الجايه، عندك برضو هندسه برمجيات 2 إيه في سنه رابعه ان شاء الله، هتكملوا فيها بقى على الكلام اللي احنا خدناه الترم ده. إيه طبعا زي ما اتفقنا كده المحاضره الجايه ان شاء الله هي محاضره مراجعه، هنحط كده السبوت على اهم الاجزاء اللي موجوده في المنهج، وطريقه طبعا الاسئله في الامتحان هتكون ازاي، وامتحان الميد ترم وامتحان الفاينل. وانا يعني هسهل عليكم امتحان الميد ترم شويه، انا كنت قايله لكم 10 و10، انا هعمل امتحان الميد ترم ان شاء الله 10 اسئله بس صح وغلط بس مع تصحيح الخطا. وهنتكلم برضو على امتحان الفاينل هيكون صورته ازاي، وايه اهم البوينتس اللي انت المفروض ايه تبقى واخد بالك منها قوي. فالمحاضره الجايه ان شاء الله هتكون محاضره مهمه جدا، يا ريت الناس تتابع معايا ان شاء الله. واتمنى تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.